واليوم حتى بالنص الدستوري بل ولو كانت موجودة محكمة دستورية، رئيس الجمهورية هو الوحيد المؤهل لتحديد شنو هو الخطر الدائم. هذه الحديث الكل دار شنو هو الخطر الدائم. رئيس الجمهورية هو الوحيد المؤهل الوحيد حتى ولو محكمة الدهم. هو اللي قرر، حتى كان جات فما محكمة دستورية، حتى شنو الدور بتاع المحكمة الدستورية في مدة معينة تتدخل وتعطي المجلس البرلمان يعني دور، وفي قضية تحديد المدة زاد كذلك فما حديث، والمحكمة الدستورية عندها قول في الموضوع هذا. هذا رئيس الجمهورية هو من يؤول ما هو الخطر الدائم على البلاد في الفصل 80، لأنه هو اللي يأخذ القرارات الاستثنائية، فماش حد آخر يأخذها في بلاست، فماش حد يأخذها. إذن أنت تشوف أنه قرارات 25 جويلية باعتماد الفصل 80 معقولة منطقية لاستعملها رئيس الجمهورية؟ معقولة ولا ماهيش معقولة؟ ماش حل آخر احنا ما ثماش حل آخر، ما ثماش حل آخر في الوضع اللي احنا فيه. غياب محكمة دستورية هو الوحيد المؤهل، وباش نقعدوا نناقشوا موافق ولا مش موافق، هو اللي رأي شخصي.